مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم، وبيتجدد لقائنا كل جمعة معاكم في السابعة مساء وحلقة جديدة من برنامجنا الرائع والمفيد ناس من بلدنا. بنأكد دايما أن برنامجنا دعوة للسعادة، برنامجنا رسالة سلام، برنامجنا في خدمة بلدنا وكل ناس بلدنا. بس اسمحوا لي قبل ما نبدأ برنامجنا النهاردة أرحب بزميلتي العزيزة النهاردة في برنامجنا وأول إطلالة ليها على الشاشة معنا، الإعلامية رانيا صالح. أهلا يا رانيا. أهلا بيك يا محمد، مبسوطة جدا أن أنا معاك النهاردة مشاهدي ومتابعي ناس من بلدنا. أهلا بيكم، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر كلها طيبة، كل سنة وبلادنا العربية في أمن وأمان وطمأنينة. رانيا بتقول كل سنة وأنا بقول كل لحظة واحنا في سعادة، كل لحظة واحنا في تقدم، كل لحظة واحنا في خير. مصر اللي تستحق مننا نعمل حاجات كتيرة قوي علشانها، بقولها دايما ومش هفوت حلقة، بحبك يا مصر وبعشق ترابك ولف المداين وارجع لبابك. ناس من بلدنا بجد في خدمة كل حد بيشتغل لمصلحة مصر، لمصلحة ناسها الطيبين. فاتحين ملف الصناعات الغذائية بقالنا فترة ومستمرين طبعا معاكم ومع الرابطة المصرية لتجار وصناع مصر. بدأنا الحلقة اللي فاتت كان معانا المستشار أحمد فاروق، وكان في كمان الأستاذ أحمد الشندويلي، تكلمنا عن فكرة الرابطة وبدايتها. النهاردة هنخش بقى في الصميم، نشوف الناس اللي بجد بتستقطع من جهدها ومن عرقها ومن مالها عشان خدمتكم، عشان خدمة البلد وخدمة الناس. الأول اسمحوا لي أرحب بضيوفي وضيوفكم، المستشار أحمد فاروق رئيس الرابطة المصرية للتجار وصناع المواد الغذائية في مصر. أهلا بيك سعادة المستشار. أهلا بيك أستاذ محمد، سعداء جدا بوجودنا معاك، منورنا في ناس من بلد. الله يكرمك أستاذ محمد. كمان النهاردة قطب كبير من أقطاب الصناعة، رجل يشار إليه بالبنان أينما ذكر اسمه. رحبوا معي بالاستاذ صبحي فارس، رئيس مجلس اداره شركه الفارس العربي. اهلا بحضرتك. اهلا استاذ محمد، سعيد ان حضرتك منورنا في الاستوديو. الله يخليك فندم، الله يخليك. نورت يا استاذ صبحي. نورت، الله يخليك يا فندم، الله يخليك. كنت عايز اسال سؤال. اتفضلي. استكمالا للحلقه اللي فاتت، التاجر عموما اليوم اللي بينزل فيه وفيه صحه بيقدر يشتغل ويجيب فلوس لاولاده. طب اليوم اللي بيتعب فيه، هل في عنايه صحيه انتوا في الرابطه عندكم بتحاولوا انه انتوا تتتبعوا صحته، متعاقدين مع مستشفيات، متعاقدين يعني ايه اهتماماتكم بالصحه بالنسبه للتاجر؟ لا، هو عايزين بس يعني نبتدي بكلمه ان التاجر ده هو مواطن مصر. صحيح. وهو ليه حق في جميع الوزارات في مصر. تمام. ومن اجمل الحاجات بالنسبه للتجاره ان الغرفه التجاريه والحاج ابراهيم العربي عامل رعايه صحيه رهيبه للتاجر. يعني من اجمل الحاجات اللي معموله في الغرف التجاريه اللي هو انت في مستشفيات القوات المسلحه، الله، اي حد معاه سجل تجاري يقدر يتعالج هو واسرته. انا مش عايز اقول ان في شرايح ممكن توصل ل 120,000 و140,000 وفيما فوق. فالرعايه الصحيه احنا كرابطه احنا بنساعد، احنا المجتمع المدني بنحاول نتعاون مع مؤسسات الدوله من غرف تجاريه او من وزارات او على ارض الواقع او اتصالنا المباشر بالتجار والصناع والمدراء. فاحنا بنستعين ببعضنا في امور شخصيه، فبنيجي مثلا لو في اي مشكله ممكن بنرفع سماعه زي الحاج صبحي فارس، ما بيتاخرش ما بيتغناش، لو الفجر نتصل عليه. عندنا رجال اعمال في جميع محافظات مصر ما بيتاخروش عننا، لو قلنا لهم ان في عربيه متعثره او مسروقه. يعني احنا احد الاشخاص، وكان الحاج صبحي الاسبوع ده واحد اتنصب عليه في 650,000 جنيه. فعلا كان عاملين حاله. بضاعه اتعرضت على تاجر فقبلها وجي نزلها، ولما جه يحاسب المباحث جت قبضت على الناس، وراجل تم استرجاع المبلغ بالكامل وبضاعته. فقصه الرعايه الصحيه جزء من كل يعني من اهداف الرابطه طبعا. ولكن الحمد لله التواصل المجتمعي ما بيننا وما بين بعضنا الداخلي بنقدر نتعاون.
من ناحيه ثانيه ان هو ليه رعايه صحيه من الدوله من الغرفه التجاريه. هو ده على فكره اللي انا لمسته بجد بجد يا احمد بيه في احد المناسبات لاحد التجار، وشفت قد ايه التفاف التجار بجد بجد، فده انا شفته بعينيا كده في الواقع. طيب هروح لصبحي بيه واقول لحضرتك اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. حلواني. صناعه الحلاوه او الحلوى في مصر، عشان نكون منضبطين لغويا، صناعه الحلوى في مصر النهارده في الفتره الاخيره بدا يبقى في براندات، بدات تبقى في اسماء بتسمع. ازاي احنا نقدر نسيطر على السوق العربي اولا وننطلق لافريقيا في صناعه الحلويات بكل مشتقاتها؟ استاذ محمد انا هتفق مع سيادتك الاول على ان مصر وتعتبر من اقوى البلاد لصناعه الحلوى في مصر في العالم يعني دلوقتي. كنا الاول بنستورد اصناف كتير قوي من بره، دلوقتي بنقدر نصنع اي منتج ايا كان في اي بلد بنقدر في مصر نصنعه وبشكل اجود كمان. لان احنا النهارده ما بنستوردش حاجه من بره على فكره، كلها صناعه مصريه، منتجاتنا كلها بتعتمد على التصنيع المصري. انا هاخد من كلام حضرتك بس واكد ان احنا في ناس من بلدنا برنامجنا، وكمان الرابطة المصرية لتجار صناع مصر متبنيين شعار صنع في مصر. أكيد. اللي حضرتك بتأكد عليه. أكيد. فضل. فالنهاردة احنا عندنا مصانع كمان عملاقة، عندنا خطوط انتاج تغزو العالم مش مصر بس، احنا النهاردة من اقوى البلاد في صناعة الحلوى والمواد الغذائية في العالم يعني. فترتيبنا تقريبا ال20 على مستوى العالم، وده مش قليل. النهاردة احنا اقوياء جدا، عندنا مصانع قوية جدا، بنقدر نطور الصناعة المصرية النهاردة وبنبقى فيها في القمه. سيادتك النهارده مش محتاج تستورد اي حاجه من بره نهائي، بالعكس منتجك كمصري بينافس اكبر البلاد في العالم. شوف سيادتك المعرض اللي كان معروض، حضرنا فود افريكا وكان حضور متميز. انا بجد اتفاجئت، وكان معايا كمان معرض عالمي. طبعا معرض عالمي. أكيد. دي جزئيه. أكيد. الجزئيه الثانيه انا اللي لفت نظري جوده المعروض، الشركات بقى فيه رقي، بقى فيه بجد حاجات انا فخور بجد ان انا بشوف الحاجات دي مصنوعه في مصر. اكيد. هو حضرتك دلوقتي يعني الاول كانوا بيسافروا مثلا بلاد العالم كلها، يقول لك انت عاوز المنتج ده بكام، انت عاوزه بكام، تكلفه كام، الكلام ده مش عندنا. انت عايز تاكل حاجه كويسه نظيفه، مصر. عاوز تدفع سعر معقول، مصر. عاوز تصدر للعالم، مصر. مصر هي مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. حاج صبحي بيأكد طبعا كلامي، وكلام يعتبر كلام جميل جدا، لان قلنا الحلقه اللي فاتت ان مصر طول عمرها بتصدر، بل ان في طفره في التصدير لكل الدول العربيه والافريقيه في الفتره اللي فاتت. وانت ابتديتها بدايه جميله جدا، اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. حلواني. وفهلاوي كمان. هم المصريين الرائعين. استاذ صبحي. اتفضل يا فندم. انا بقى كست الرابطه بتاعتكم، انا حاسه ان هي مركزه على التجار اكتر. بتقدم ايه للمستهلك؟ بتقدم ايه لست البيت؟ ايه الخدمات اللي ممكن تقدموها لنا احنا؟ الست هي اللي بتشتري وهي اللي بتنزل وهي اللي بتتعامل مع التاجر. طب فين حقوقنا فيكم بقى كرابطه؟ طب قبل ما حضرتك تجاوب، في معانا مين يا جماعه على التليفون؟ معانا الحاجه ام عمرو. قول انت الو بقى. هاي بابا. هاي حبيبي. اخباركم ايه؟ وطبعا تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. وفي ظل سياده الرئيس طبعا في طفره كبيره جدا في التجاره والصناعه. تمام. وطبعا سعر الدولار لما نزل ده ساعد التجار اكتر واكتر على ان هم يعرفوا يشتغلوا بجديه يعني، والمنتج بدا يتحسن. جميل. بقى فيه مقارنه، ان احنا كنا الاول في الصناعه يعني مستهترين شويه. تمام. لكن بجد يعني الدنيا بدات تتغير، ولكل مجتهد نصيب. طب حاجه وحضرتك معانا كده على التليفون بجد، وهنتظر فرصه طبعا وجود الحاج صبحي وهو عالم من اعلام التجاره في مصر. شايفه مستقبل صناعه الحلويات بالنسبه لغزو السوق الافريقيه ايه الفتره اللي جايه؟ لا ان شاء الله هيبقى فيه انفراجه جامده جدا، لان احنا بنتقي الله عشان الحاجات دي اللي بتتاكل اطفالنا اللي بتاكلها، فاحنا بقدر الامكان بنحاول برضو ان احنا نستخدم حاجات طبيعيه علشان خاطر صحه اولادنا،
ما نبقاش احنا بنكافح اي مرض ونيجي احنا نسوق الدنيا، لا في اجتهاد وكله ملتزم الحمد لله، واللي مش ملتزم يلتزم يعني بالاجبار يعني بمعنى اصح. تمام. فان شاء الله احنا يبقى عندنا قفزه ونتحدى الدنيا كلها باجتهادنا. ومصر ما فيهاش بطاله، كان فيها نسبه كساله مش بطاله. تمام. اللي عايز يشتغل هيشتغل. صح. اللي عايز يشتغل هيشتغل، مش لازم ان هو يعني يقعد بقى ويستنى، لا اجتهد هتلاقي. لحد الصبح انا هتكلم عن زوجي انا. ما انا لسه هقول لحضرتك دلوقتي. اه اتفضلي. مش من الصفر، من تحت الصفر، مع ان ابوه كان تاجر وماديا مرتاح، لكن هو بدا بنفسه من تحت الصفر، وكل الناس عارفه الكلام ده ان هو راجل ملتزم واجتهد وما اتكلش على فلوس ابوه ولا حاجه، الفلوس مش بتدوم، كل واحد يعمل نفسه. بالتاكيد طبعا. وحضرتك معانا كده شايفه الاطلاله الاولى كده للحاج فوزي وهو على الفضائيات النهارده، والعالم كله بيشوفه ويشوف قصه نجاح رجل عصامي، رجل محترم بجد تبنى الصناعه دي، والنهارده لحد ما بقى اسمه واسم شركته بقى براند في السوق المصري. بقى علم. الحاج علم. فارس بقى علم من اعلام في التجاره وفي شارع باب البحر، واحنا بنودي شغلنا كل المحافظات وبننقل المعني مجانا. الله. احنا بننقل لغايه اسوان مجانا، ودي حاجه نبقى احنا متميزين بيها، لان انت في سوق. تحب تقولي بقى الحاجه معمر وهي بتتغذى كده بقى بتتغذى؟ يعني انت عنصر نسائي دخل لي في وقته. انا لسه كنت بسال استاذ صبحي سؤال مهم جدا علينا، احنا اللي بنشتري واحنا اللي بنتبهدل واحنا اللي بننزل وبنطلع، هم قدموا لنا احنا ايه كعنصر نسائي بقى؟ مستنيه رده. اتفضل. احنا بنقدم لكم كل احترام الاول. طب نشكر الحكومه كده طبعا. احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا، وتابع الحلقه كده لاخرها ان شاء الله كده يا حاج. اتفضل. شكرا لحضرتك. اتفضل. احنا الاول بنكن لكم كل احترام، لان كنتوا السند لينا مش العكس، واحنا بنستمد نشاطنا وقوتنا ونجاحنا منكم. فاحنا مهما قدمنا ومهما عملنا مش هنوافي جمايلكم ابدا علينا كسند لينا. لا استاذ صبحي كده خلاص. انت كده بتتصايح. هو مداخله الحاجه عنوان المعامله في وقت مناسب مع السؤال. تمام. بس انا طبعا من حقي انا عايز اتكلم في امرين. اتفضل. غدا لسؤالك طبعا. اتفضل. وبدايه هدف الحلقه الاول نقول غدا لسؤالك ان المراه نصف المجتمع. احنا طبعا حضرتك بسؤالك ذكرتينا بان الام يعني امي رحمه الله عليها، وندعوكم للدعاء ليها، ان دايما نجاح اي شخص دعم امه ليه ودعائها ليه. تكمله المشوار دعم الزوجه للزوج، فنص نجاح الراجل في بدايه حياته، او طبعا الام اولا واخيرا في كل حاجه، والزوجه سند وظهر لزوجها انه ينجح. بس انا سعيد بجد بجد بالمداخله التليفونيه دي بمنتهى الامانه. سعيد لسببين: كلام زوجه فاهمه واعيه عارفه كمان الاجواء والسوق حقيقي. كمان مقدره الدور الكبير اللي قام بيه زوجها ومقدراه بجد، استكمالا مشوار والده ان هو يعني هو ما تكلش على حاجه. وده كان اصل حديث الحلقه. ايه هو كم. احنا قلنا احنا طبعا الدعوه للحاج صبحي هو ازاي نموذج الحاج صبحي الشخصيه العامه المحترمه اللي بيبيع في كل محافظات مصر. فاحنا جايين الحلقه اصلا بنقول ازاي نبص الامل في الشباب وفي كل الناس، ايا كان متعسر، ايا كان واقف، ايا كان في اي مرحله، هي البدايه من جديد. فهي كانت بدايه الحلقه ان احنا بنتكلم ان بدايه الالف ميل خطوه، بدايه المليون جنيه، ولكن ازاي تبقى في يوم من الايام نموذج ناجح زي الحاج صبحي؟ ازاي تبقى نموذج ناجح زي اي صاحب مصنع او شركه او تاجر ايا كان؟ بص ايا كان احنا في معانا مداخله تليفونيه مهمه. الو الو. ايوه. السلام عليكم. صحة الله وبركاته. ازيكم؟ انا بس كنت عايزه ابارك لرانيا واقول لها منوره الشاشه. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي ليكي. مين بقى؟ استاذه رشا الحسيني.
ايوه يا حبيبتي. اهلا وسهلا، اهلا بيكي. ميرسي يا شريكي خالص يا حبيبتي. استاذة منورة يا حبيبتي. يا حبيبتي يا حبيبتي، ميرسي ليكي، ميرسي ليكي يا حبيبتي، شكرا، بشكرك. سلام. شكرا استاذة رشا. التفاعل ما بين الجمهور اهو، في من اللي بيبارك، في من اللي داخل كمان في الاجواء بتاعتنا. هي دي بلدنا، هم دول الناس بتوع بلدنا، ناس بلدنا. صحيح، ده اللي بناكل عليه. طيب حاج صبحي، اتفضل. يعني انا يعني ميال شويه للبراند المصري، انا بحلم بجد. احنا بنسافر بره كتير، بنقدم مؤتمرات ونشوف كده، ببقى سعيد قوي لما بدخل اي هايبر او سوبر ماركت والاقي ميد ان ايجيبت. ازاي نقدر نفتح اسواق لصناعه الحلويات تحديدا في السوق الافريقي؟ هو الموضوع ده يعني بيعتمد على كفاءه المنتج نفسه، ان كان المنتج ده جيد او مش جيد. الحمد لله مش هنختلف ان احنا النهارده عندنا احدث مكن في العالم بينافس اصناف كتير قوي عالميه، يعني مع اختلاف الاسعار طبعا، احنا تحت خالص الاسعار. تمام، ده احنا اقل تكلفه عندنا. يعني اي بلد في العالم هتلاقي مثلا قطعه الشوكولاته مثلا ب 2 دولار ب 4 دولار ب 5 دولار، احنا ممكن ننتج حاجه ب 10 جنيه بتنافس حاجه ب 100 جنيه بنفس الجوده. طبعا اكيد اكيد، بالعكس والله يا رانيا، ان جودتنا احنا بتبقى احسن كمان كتير، لان يعني احنا عندنا بنرعى ربنا جدا طبعا في شغلنا، يعني لان باكل الحاجات دي طفلي وطفل حضرتك وطفل استاذ محمد وحاج احمد، اطفالنا. فاستحاله النهارده انا اعمل حاجه وحشه واكلها الولاد، مستحيل مستحيل مستحيل، لان انا قبل ما اعمل المنتج انا بدوقه وباكله وبجربه، حتى لو هشتريه من بره مصنع مش مصنعي او شركه من شركتي برضه بشوف. سنين في رقابه كمان، رقابه طبعا يا فندم، احنا 13 جهه رقابيه بتراقب علينا 13، وفوق ده كله بقى ربنا سبحانه وتعالى طبعا، هتروح فين؟ ما مستحيل يعني. صحيح يعني انا بجد انا شايف بعد الكلام ده بجد، يعني انا حاسس بتفاؤل غريب جدا في 2020، ان احنا بجد اللي بينادي بيه سياده الرئيس العمل العمل العمل، التصنيع 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 والتصدير، لان النهارده خلاص احنا فتحنا على افريقيا ومفيش تراجع. صحيح اكيد، مفيش تراجع. استاذ محمد لو شفت انت حضرتك المعرض اللي كان عندنا هنا، الحاج احمد كان موجود طبعا، كان هو الراعي الرسمي للمعرض. طبعا، وكان بيراعي كل الشركات. خش في اي باكيه تلاقيه موجود. كنت شفتك البلاد الاجنبيه بعت وفود تتفرج على صناعه الاغذيه في مصر. تمام، حاجه تشرف والله، هي حاجه تشرف جدا. يعني كان ناس صناعيه، ناس صينيين، ناس تراكوا، ناس لبنانيين بالمعرض، بقى يعني مبهورين جدا بالصناعه المصريه. انت وصلت امتى؟ طب ازاي؟ طب الانتاج طلع امتى؟ طب ينافس كذا وده بينافس كذا، يعني حاجات. وبعدين انا يعني مع احترام سيادتك، انا عايز اوجه رساله لكل شاب في مصر، خلي عندك امل، خلي عندك طموح، انجح، ما تنامش، بلد جميله، بلد بترعيك، اما تلف الدنيا مش هتلاقي تراب مصر، لان مصر دي طبعا انا ما كانش معايا حاجه يحتذى بيها، يعني انا بقول انا ما كانش معايا حاجه خالص، انا زي ما قالت الحاجه كده، انا بادئ من تحت الصفر، والحمد لله النهارده بقيت بفضل ربنا من اوائل تجار المواد الغذائيه في مصر. طبعا الحاج احمد كبرنا، يعني انت اخونا كبير، الله يخليك يا باشا، فمن اوائل تجار الحاجه في مصر. فانا بقول للشباب ما تنامش، اشتغل، انجح، خلي عندك امل، لو فشلت مش نهايه العالم، هتنجح هتنجح. فحاول ان انت تجتهد، وبلدك جميله وبترعيك، وتحيا مصر برضه. الرابطه هل مقتصره على القاهره ولا واخده محافظات مصر؟ لا، هي رابطة موجودة في جميع محافظات مصر بالكامل، الحمد لله ممتدة في ما بين التاجر والوكيل والموزع والمندوب والمشرف والمدير وصاحب المصنع وصاحب الشركة. ولكن ده طبعا الإجابة، بس عايز أرجع برضو تعقيبا، عشان احنا بنتكلم عن مصر في تصنيعها وإنتاجها والشركات الكبيرة اللي يعني مثلا كان في الاسبوع اللي فات كان في احد حفلات شركه من شركات الحلويات بتصدر ل 50 دوله متاسسه من 1960. ولكن عايزين برضو نبص على اصحاب المصانع المتعثره، عايزين نبص على ان القوه الشرائيه لما ضعفت وقطر المنافسه لما زادت، الرابطه هنا. ويمكن قاعدين كنا بندرس مع الحاج صبحي ازاي نبتدي نساعد المشروعات البسيطه واصحاب المصانع البسيطه في التنميه، لان النهارده هي دور الدوله بتحط الاجنده او الخطه، بيتغير من وزير لوزير بيجي، لكن في الاول وفي الاخر احنا مع زياده سكان مصر، مع القوه الشرائيه او قوه المستهلك، ولكن في منافسه شرسه ما بين الراسماليه
وما بين المصانع البسيطة. أيوة. فلابد ان احنا بندعو الدولة النظر الى المشروعات البسيطة. احنا الى حد ما الحمد لله بنعمل لهم معارض بسيطة لان ما بيقدروش يشتركوا في المعارض الكبيرة. بندعمهم بـ 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 بالفكر بـ بـ بالمشاركة في كل حاجة شامل المحافظات. طبعا. طب احنا في معانا تليفون يا جماعة. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فندم حضرتك محمد ابراهيم شركة الحمد. اهلا اهلا استاذ محمد. استاذ محمد النجم بتاعنا الاسبوع ده وهو محور الحلقة وهو مؤسس من مؤسسي الرابطة وعضو مجلس ادارة وبنتشرف ان هو قدر يرجع بضاعة مسروقة ب 650 الف جنيه وكان تقريبا من 5-6 اشهر برضه رجع عربية مسروقة كان بالصدفة اعلنا على صفحات الرابطة ان فيه كمبوت ومشروم فاحد الناس شاف في المكان فمحمد راح وتابع والراجل رجعت له البضاعة والاسبوع ده حتى محمد تم الاتصال بالحاج صبحي والتنسيق معاه مع صاحب الشركه ومدير عامها. احنا بنشكرك على الهواء يا استاذ محمد واتصالك الجميل ده. الله يخليك يا حاج. اولا ده دي الحاجه اللي احنا اتربينا عليها ودي الحاجه اللي احنا دايما مش هنعمل غيرها. انت عارف طبعا دايما هو دي وسيله التواصل ما بيننا وما بين التاجر وما بين المصنع وما بين رجال البيع. لو ما فيش التواصل ده صدقني ما كانش حاجه هتتم. يمكن الرابطه المصريه هي اللي معلمانا ان احنا يبقى لينا كل حد في اي حته بنكلمه على طول الحق في حاجه اذا عندي مشكله عندي هنا حاجه. يمكن حاج صبح برضو كمان من الناس اللي من شايف شغلنا على طول ومرينا بكذا موقف برضو مع بعض هو شايف ان المواضيع كلها الحمد لله يعني الواحد بيعمل اللي هو دايما اتربى عليه وهو دي الاصول اللي احنا شايفينها دايما. طب نبذه استاذ محمد كده بما انك انت معاصر كل تحركات الرابطه واهدافها. أيوة. ايه الخدمات اللي الرابطه انت عشتها في واقع 4 سنين وزياده؟ والله يا حاج يمكن احنا من الاول خالص لما بدانا فكره الرابطه كانت الفكره حتى الان مميزه وجميله وما فيش واحنا يعتبر زي قوه اقتصاديه تقدر ان هي تحرك اي حاجه كصناعه وبعد كده يبقى من الصناعه دي تصدير يبقى في منها وكلاء على مستوى المحافظات يبقى في شغل منسق ما بيننا وما بين اي محافظه يبقى في بالنسبه لنا يبقى المنتجات الاحلال والتبديل بالبراندات اللي هي بتغلي الاسعار على المستهلك وعلى المواطن البسيط طبعا تبقى تعمل فرق كبير ونقدر ان احنا من خلال الرابطه ان احنا نعمل منتجات خاصه بينا نقدر ان احنا ننتشر بيها في المحافظات بره وبره مصر كمان. انت صدرت قبل كده يا محمد؟ الحمد لله بصدر دايما يعني الحمد لله ليبيا اوغندا المانيا في كذا بلد الحمد لله من وغزه برضه بنطلع على شغل طبعا يعني ده ومنتجاتنا كلها مصريه يعني الحمد لله. طب استاذ محمد بجد انا باسمي وباسم فريق عمل البرنامج كله بجد بنشكرك على تعاونك في استرجاع البضاعه المسروقه وجهودك كمان لمساعدة زمالك. هي دي روح المصريين. هو ده اللي احنا بنحاول في برنامجنا نأكد عليه ان الناس بجد بجد الناس لبعضها ودي الروح اللي قايمة عليها الرابطة. فبجد انا برضو بعد المستشار احمد انا كمان بشكرك بصفة شخصية وحابب بس يعني اعرف منك الفترة اللي جاية. الو. تقريبا خط فصل. أستاذ محمد ضرب نموذج حلو في أن أي مسروقات ممكن ترجع. إزاي بيتم تتبع المسروقات دي؟ إحنا كرابطة مصرية لما في مثلا مصنع بيسرق منه بضاعة بيخترنا يا جماعة إحنا اتسرق منه عربية 2-3 فيها بضاعة بكذا كذا كذا فطبعا البضاعة لها سعر لما بتتباع في السوق بأقل من سعر الشركة بنعرف أن دي مسروقة على طول لأن مستحيل النهاردة هاخد بجنيه ابيع ب 75 قرش مثلا او ب 100 جنيه ابيع ب 80 جنيه اذا بضاعه مسروقه. فانا بقول له حاضر عندك قد ايه كام كرتونه؟ طب فين حته؟ طب هاتهم لي وبقوم ببلاغ مباحث تعالوا ده في بضاعه كذا 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 فهو بيجيبها بيتقبض عليه. وكيفيه رجوعها لاصحابها تاني؟ كل كرتونه على البراند بتاع الشركه بتاعتها بتصل بصاحبها تعالى البضاعه عندي كذا 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 وشوف بضاعتك يعني ما فيش مشكله فاحنا بنتواصل مع بعض في الاخر احنا رابطه بتضمنا الرابطه المصريه طبعا بتضمنا وكل مصر كلها عارفه بعضيها مصر يعني قد كبرها احنا رابطه زي ما نقول رابطه مربوطين ببعض. انا حاسس بجد الرابطه كده
احمد بيه انها زي العيله، يعني انتوا كده كبار العيله بتاعت بيت العيله. بجد كبار عيله صناعه الاغذيه والمشروبات بس في مصر. هو استكمالا طبعا كلام الحاج صبحي، ان بيتم الاعلان على الصفحات التجاريه بالكامل باسم المنتج اللي اتسرق، بتعملوا حصار على طول فوري كده. طبعا رجال البيع اللي معانا فلما بيخشوا اي محل فبيلمحوا البضاعه دي، لو ان تاجر قبل واشتراها بالفعل او خدها، فبيجي رجل البيع بيتصل بينا بيقول انا شفت البضاعه دي في الحته الفلانيه، بنتصل بالشخص فالراجل بيقول ايه طب انا اشتريتها بس كنت حسن النيه، نقول له طب حسن النيه ده الله يرحمه، نبعت لصاحب الشركه هو اللي يتصرف ياخد بضاعته تاني. لا هي دي الروح بجد اللي انا يا بجد انا يعني فكره الكبار دي، احنا بنرجع خطوه خطوه كده بجد للزمن الجميل اللي فيه احترام الكبير. أكيد. كان فيه كده كبير الحاره، كبير العيله، كبير التجاره، كبير الصناعه. أكيد. فبجد دي انا شايف دي من اجمل ما يميز الرابطه المصريه. لكن هرجع تاني برضو ليك كده حاج صبحي، ونجاح حضرتك والفخر اللي بتتكلم بيه المدام بجد دي حاجه مثال لكل مثال مشرف طبعا لكل الشباب اللي بيتفرج علينا دلوقتي اللي حابب انه يسجل اسمه انه يبقى حاجه. قصه النجاح دي اكيد ما كانتش ورديه طبعا، اكيد كان في مطبات. اكيد. قدرت تتغلب عليها ازاي؟ بمسانده الحاجه معمر. هي سندي. الله عليك ما شاء الله. والله سند. الله عليك. كان بيجي عند المطب يا جماعه. الله عليك. الله عليك. ايوه بعد البرنامج ده. محمد احنا يعني انا بدايه صعب جدا، يعني بدايه صعب جدا جدا. تمام. بس كنت بستمد قوتي ونشاطي منها. تمام. بستمد ثقتي بنفسي منها. والله بجد بستمد نجاحي منها. ان كنت انا النهارده صبح فارس فابو الحاج عمر. بحييكي جدا جدا، رفعتي راسنا ونموذج مشرف جميل للست المصريه حقيقي حقيقي. لا بص يا رانيا ده بيت مصري اصيل بجد. حقيقي والله حقيقي البيت حقيقي. المصري معانا مين يا جماعه؟ استاذ خالد جلال مساء الخير. ازيك يا فندم؟ اهلا اهلا، منور ناس من بلدنا. معك محمد صلاح. محمد صلاح شركه الصلاح والدنيا كلها. منور الدنيا ابو صلاح. الو ازيك يا باشا عامل ايه؟ منور ناس من بلدنا. انتوا المنورين. معانا الحاج احمد فاروق، مش عايز تقول له حاجه؟ لا ده انت نموذج عالمي حبيبي، منور الدنيا كلها. ده انت دخلت مداخله، انت نموذج يعني صراحة عالمي. لا 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 الحاج محمد كمان ما شاء الله انتقل من مرحله التجاره والتوزيع والتوكيلات لمرحله التصنيع، وما شاء الله بدايه جميله موفقه. مدي التوكيلات في جميع محافظات مصر، ورجال البيع والوكلاء بيتصلوا بيا وبقول لهم ده اخويا وحبيبي الحاج محمد. ربنا يبارك فيك يا عم الحاج، انا بعمل مداخله مخصوص عشان خاطرك لان انا بحبك جدا. الله يكرمك. وانت الاب الروحي لكل شركات التوزيع المواد الغذائيه والمصنعين في مصر. حقيقي دي فرصه عشان اديك حقك، انت حد محترم جدا. يا ما حليت مشاكل لناس، يا ما سافرت من بلد لبلد ومن محافظه لمحافظه وقطعت اكثر من 200 و300 كيلو عشان تحل لوجه الله مشاكل ما بين التجار وما بين المصانع. فعلا انت نموذج يحتذى به، واحنا كلنا بنتشرف بيك وفي الرابطه المصريه ان انت استاذنا والحاج احمد فاروق اخونا الكبير. ودي اضافه كبيره قوي لنا ان احنا نخش في نفس المياه اللي حضرتك فيه، تشجعنا فيه يا ما شجعتنا وقفت جنبنا، مش احنا لوحدنا مع الناس كلها والحمد لله رب العالمين. قلنا انا وانت على البرنامج لازم نعمل مداخله ونقول لك فعلا انت حد محترم جدا، واحنا بنتشرف بمعرفتنا بيك. الله يكرمك يا حاج. يا استاذ محمد انا اعتذر فرصه كده وانت موجود معانا على الهوا، يعني انا عارف كده من الكواليس ان في قصه نجاح وقراءه جيده جدا للسوق، وبدانا كده يعني هقول برضو شويه كواليس لحد ما اجيبك عندي هنا في الاستوديو. لا ده هيجي ويبقى واعي البرنامج كمان. الصلصه والدنيا والصلاح اللي بدا يغزو السوق، قصه كبيره جدا. وعدنا ان شاء الله تكون معانا في اقرب فرصه. ان شاء الله ان شاء الله بتشرف بيك. لا انا اشكره قبل ما يقفل في حاجه بقى جميله هو عملها. هو ابتدى بالعنايه بالجوده مع اول انتاج ليه. يعني ايه؟ يعني الحاج محمد نزل عمل شكل جميل وعمل موضوع اجمل، زائد يعني هو نازل كمان ببعض المنتجات اللي هي باسماء مش هنفصح عن اسمائها، اللي كانت اول براند يخش مصر من بره مصر، اصبح دلوقتي المنتج بتاعه هيطلع من عنده للدوله اللي كانت بتدخله مصر. هو ده
هم دول مصريين. بشكرك جدا يا استاذ محمد. شكرا شكرا يا عم الحاج وكتر الف خيركم. شكرا لحضرتك. شكرا متشكرين جدا. لما حلقه زي دي بتجمع كبار التجار في مصر يبقى فيه هنا لازم نقف وقفه ان مصر بقت احسن، ان مصر بقت بتقدم، ان في حاجه اسمها صناعه المواد الغذائيه بدات ان هي تكبر وتتبلور وتبقى فخر، فخر لمصر والمصريين. يعني شيء مشرف. انا شايف ان مصر طول عمرها جميله. مصر بحضارتها بشعبها علم العالم كله جميع العلوم من طب لجميع الفنون اتصدرت من مصر. فجميع الحقب الزمنيه اللي احنا عشناها في طفولتنا وفي شبابنا وحاليا من اجمل البلاد بالفعل في شعبها، والجار بيبص للجار، والكبير بيرحم الصغير، والصغير بيحترم الكبير، بعيد عن الفجوات العشوائيه اللي موجوده للزيادات السكانيه والويوي. ولكن بالفعل مصر ام الدنيا، مصر من اجمل الدول في المنطقه، مصر ما زالت رائده العالم العربي. ده حقيقي. لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا في كلمه كنت بقولها دايما في البرنامج يا جماعه، وكان في البعض بيعارضني احيانا لما قلت ان مصر، مصر هي التي تقود العالم. انا عايز اقول لكم قريت الفتره اللي فاتت شويه اكتشفت ان في مقوله قالها نابليون بونابرت، ان من يحكم مصر يحكم العالم. فالنهارده انا متفائل بجد اقتصاديا كمان في وجود الكوكبه دي معانا، ان احنا بجد في غزو كبير جدا لسوق صناعه الاغذيه في العالم كله. النهارده حاج صبحي يعني بجد يعني انا سعيد بقصه الكفاح وقصه النجاح دي، والشباب اللي بيتفرج علينا دلوقتي اكيد هيخش ويدور ويسال، علشان انا عاوز يبقى فيه صبح فارس 2 3 4 و5. انا عاوز صبح فارس مش في كل محافظه، عاوزه في كل مركز وكل نجع. في ناس كتيره جدا بتتفرج علينا حابه نزرع جواها الامل، نقول لهم لا ابشروا تفائلوا الخير جاي. النهارده الرئيس ما بيسيبش حته في البلد بيبني حضاره، بيبني بلد من اول وجديد، عشان نكون متفقين. فانا بجد سعيد بالدور اللي انتوا بتقوموا بيه، وانتوا بتحتووا صغار التجار وبتحاولوا تساعدوهم. جزئيه صغيره كده خايف تهرب مني، فكره ان انا النهارده لو في عندي مصنع صغير متعسر، ايه الاجراءات اللي انتوا بتقدروا تاخدوا بايده علشان توقفوا على رجلتين؟ اول حاجه بنعملها معايا ان احنا لينا رؤيه في السوق بتبقى اكبر من رؤيته شويه. اكيد طبعا. فبقول له تعالى انت عايز تعمل ايه؟ والله عايز اعمل دي. لا هديك منتج كويس مستورد تعمله بلدك، هينافس المستورد، هتنجح. ايه اللي ناقص في السوق؟ ناقص بسكوت كذا بقى، شوكولاته كذا، مصاصه كذا. طب شوف دي اعملها. طب انا بدعم معاه بقى. بدعم معاه ايه؟ بجيب له خامات وبديله، لو محتاج فلوس بديله، ولو محتاج دعم بعمل له دعم اللي هو عاوزه، ولو محتاج ان هو يخلص اوراق في اي حته بقف معاه وخلصها له ولسيادتك وبوقفه على رجليه. طب مثلا وارد انه يفشل في حاجه، مش نهايه العالم، حاول تاني وتالت، وحاول طول ما هو في امل في مستقبل. وحب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. طيب المجهود اللي حضرتك بتبذله، بتعطل نفسك وبتستهلك وقت وبتاخد وتروح بالعربيه وبتيجي مكالمات تليفونيه، ايه المتعه اللي انت بتلاقيها وانت بتخدم الناس كده كصبح فارس؟ بحس بنفسي صبح فارس، هو اللي جاي ده صبح فارس. فبقف جنبه، بقف جنب صبح فارس الصغير لغايه ما يبقى صبح فارس الكبير. شايفه رنا؟ لا يعني إيه لو يعني حقيقي معلش انا برجع تاني وبركز على المستهلك، لان احنا شعب بسيط في الاول وفي الاخر، مش كلنا تجار، مش كلنا معانا ان احنا نعمل مشاريع. كتير مننا بيتعرض لمشاكل ما بيننا وما بين التاجر. طب لو في حد من المستهلك لجأ ليكم ما لجأش للرقابه، بيكون موقفكم ايه معايا؟ انا اول واحد بجيب صاحب المصنع وبقول له في شكوى كذا 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 متوجهه ليك، يا اما تيني الشكوى دي حالا دلوقتي، يا اما احنا كرابطه هنتعامل معاك نهائي، واحنا بنقدر نوصل صوتنا للمستهلك. ما تتعاملش مع فلان كده على طول. احنا مع احترام لكل رقابات مصر، احنا برضو رقابه قويه جدا، ان انا امنع اشتغل معاه. منتهي الموضوع، منتهي الموضوع، منتهي الموضوع، منتهي. فاحنا اقوى يعني. وبعدين هقول لك حاجه،
احنا قوه لا يستهان بها في العالم، يعني تجار مصر لا يستهان بيهم اطلاقا، السوق المصري لا يستهان بيه طبعا. يا فندم احنا كنا بنروح المعارض في الصين وفي تركيا وفي لبنان، كان بيتعمل لنا تمثال ذهب كده، مصريين داخلين هينهضوا بالبلد اللي احنا داخلينها. يعني انا كنت في بلد قريب ووزير الصناعه بيقول لي اللي يبني طوبه بلدي اشيله على دماغي، انت جاي تشتغل وتنفعني وتكبر معايا، انت فكر في شغلك وانا افكر فيك. هو بيقول لي كده، افكر في شغلك وانا افكر فيك وانا افكر فيك. اجي مثلا انا من المعرض اللي كنت فيه الاقي الاكل والعربيه مستنياني تفسحني وبتاع، كل ده ليه؟ عشان انا جاي بلده اكبرها انهض بيها. تمام، طب ليه الكلام ده ما يتمش في بلدي؟ بلدي اولى. احنا هنا في ناس من بلدنا متبنيين الفكر ده، والنهارده انا محضر مفاجاه لجمهورنا، والكلام اللي بيعجب الشباب قوي بل بيعجب كمان الكبار. رحله المليون يا احمد بيه، ازاي انا النهارده اسرح بخيالي كده واتخيل ان انا ممكن يبقى معايا مليون جنيه؟ ده اكيد ليه رحله طويله جدا، نبداها ازاي؟ طبعا هو دي عايزه حلقه كامله، لان كان بدايه الموضوع هو ازاي ان احنا نعلم الشاب في بدايه حياته ان يحط خطه لحياته في خلال سنه او اتنين او تلاته او خمسه، ازاي يتعلم بدايه المشوار. طبعا هو لازم يبتدي يكون في كلمات جواه، هو يكون طبيب نفسه اول حاجه، يمسك يعني ايه طبعا ناخدها كده خطوه اولا، يكون طبيب نفسه. هي عايزه حلقه كامله، لان طبعا ايه ان لازم طبيب نفسه، فيبتدي يحط كلمات ويكتبها اللي هي ايه، قوه، طموح، نجاح، سعي. فيبتدي من جواه يكون عنده همه ان يبتدي نقطه من اول السطر. فان كان ابتدى وفشل فيبتدي من اول السطر. لو هو كان معاه 100,000 وبقى ب50 يبتدي من اول ال50، لو هو كان معاه مليون وفقدهم يبتدي من الصفر، لو هو معاه 10 مليون وفقدهم يبتدي من الصفر. بدايه مشوار الالف ميل خطوه، بدايه المليون جنيه خطوه. في طبعا ارقام تدريجيه لازم نيجي نقول له ايه، تعالى قسم السنه بتاعتك 365 يوم. طب ال 365 يوم دول لابد ان انت تتعلم كيفيه اداره الوقت، كيفيه اداره نفسك. يبقى الخطوه الثانيه اول ما ابتدي ان يدير نفسه ويدير الوقت هو نجح. طب يدير الوقت ويدير نفسه ازاي؟ لا، انت لازم تنام الساعه كذا عشان تصحى الساعه كذا، عشان هتقوم بخطوات معينه، لان طبعا اغلى ما في البني ادم العقل والفكر. فالعقل ده هو اللي اخترع التلفزيون، هو اللي اخترع الاله الحاسبه، هو اللي اخترع الموبايل، هو اللي قادر على ان يحط خطه. فالخطه احنا بنيجي بنساعده فيها كرابطه طبعا مصريه، بيجي الشاب وتكمله او دمج في قصه المصانع او الشركات البسيطه المتعثره او بنيجي نقول له لا، تعالى ابتدي دراسه الجدوى بتاعتك كانت غلط، راس المال لا يتناسب مع المشروع، فبنبتدي نعمل له دراسه ثانيه مع لوجيستيك من الرابطه خدمي، مع مستشارين بيع ومستشارين تسويق خدمي، فبنبتدي نحط له هيكله بالراحه بنفس جديد، بنبتدي نقول له تبديل وتوفيق للاوضاع، فيبتدي من خطوه من نقطه الصفر ويبتدي يجدول ويعيد هيكله الفشل. طيب الاول هنقف هنا كده، هنقف عند بدايه سلمه النجاح كده، وهنخرج فاصل اعلاني سريع وهنرجع علشان نكمل مع بعض رحله المليون تبدأ ازاي وايه الخطوات اللي انا اقدر اقوم بيها. فاصل اعلاني بسيط وراجعين، ما تروحوش في اي حتة، الافادة في ناس من بلدنا بس. فاصل وراجعين ومكملين معاكم فقرات ناس من بلدنا والكلام المفيد. الكلام النهاردة بيدي طاقة امل، طاقة نور. النهاردة بجد انا على المستوى الشخصي طلعت بحاجتين حلوين جدا ومهمين جدا. لسه في بيوت أصيلة في مصر، بيت الزوجة عارفة قيمة زوجها ومقدرة تعبه، كمان معانا زوج عارف قيمة زوجته وبينسب كل الفضل في النجاح بعد ربنا ليها. هو ده الكلام اللي أنا بحب أسمعه، ونفسي كل البيوت تبقى كده. كمان النهاردة بتكلمنا في جزئية مساعدة صغار التجار، بدأنا رحلة المليون
مع المستشار احمد فاروق. بقول لي الموضوع محتاج اكتر من حلقه، هناخد النهارده كده كام عنوان رئيسي كده وممكن نكمل في الحلقات الجايه. وقفنا عند اول سلمه للنجاح. هو اول سلمه للنجاح زي ما قلنا ايه؟ في قواعد لازم الشاب يبتدي يكون عنده ثقه في النفس، يعني يبتدي ياخد كده نفس وياخد ثقه في نفسه ويبتدي يبقى طبيب نفسه وياخد ورقه وقلم ويكتب. يكتب بعض الكلمات اللي هي تقويه، اللي هو قوه، نجاح، ثقه، عزيمه، اصرار، نجاح، امل، طموح، انا هنجح، انا هنجح. يعني هو لما يحدث نفسه بالنجاح فالهمه بتاعته لازم الدافع هو اللي هينجحه، فالدافع ده لازم يكون باعث داخلي في ان هو ينهض للسعي. مجرد ان ينهض نبتدي بقى نقول له حاجات معينه، ايه هي؟ طبعا في واحد بينجح بالجهد وواحد بينجح بالعلم والفكر، فلما يبتدي يتعلم ازاي يدير نفسه وازاي يدير مشروعه وازاي ينظم، اصل هو ايه؟ تخطيط، تنظيم ثم متابعه، يعني يمسك ورقه وقلم يعمل عصف ذهني. تنظيم العصف متابعه. فالعصف الذهني لازم الورقه والقلم، ما يسيبش الورقه والقلم من ايديه في حياته. انتوا بتدوا دورات تدريبيه؟ طبعا طبعا، يعني ال 365 يوم، ال 365 يوم معاه من اول ما يصحى هو محدد هدفه، النهارده انا نازل عشان اكسب من كذا، او انا هصحى الساعه 10 من 10 الصبح ل 10 بالليل او لحد 8 بالليل، انا مقسم انا نازل المنطقه ايه او المكان فين او هعمل ايه او هخاطب مين. بالنسبه للمندوب او التاجر او المصنع، احنا طبعا بنعلمه ازاي يعمل خط سير، ازاي يقدر في اسبوع او ست ايام بيعدي على 30 زياره او 35 زياره، فيبقى عنده 200 نقطه اسبوعيا. ال 200 نقطه دي بتبقى داتا بالنسبه له، في اربع اسابيع بيبقى عنده 1000 عميل او 1000 نقطه معاه الاسم والعنوان ورقم التليفون. لو هو خد الامر ده بنظام فاصبح معاه داتا ومعاه دليل يساوي فلوس. دليل الفلوس. طيب حاج صبحي اتفضل. يا ترى واحنا بنسترجع كده مع بعض رحله الشباب، الخطوات اللي قالها المستشار احمد فاروق دي اتنفذت بالفعل؟ اصعب بكتير من كده. اصعب طبعا. طبعا. الحمد لله انا فخور باللي هقوله. انا زي ما قالت الحاجه كده، انا مش من الصفر، انا من تحت الصفر، بس كان عندي طموح وعندي امل ان ابقى حاجه. كنت حادث ناس كبار في البلد في مجال شغلي قدوه ليا. يعني انا سالت سؤال وانا في بدايه حياتي، هو انت عايز تبقى زي مين؟ ايوه سؤال مهم جدا. اخترت مين بامانه؟ نفسي. نفسي زي نفسي. مش عايز ابقى زي حد. كان عندك امل كان عندك امل ان انت هتبقى؟ طبعا. صبحي فارس. صبحي فارس في وقت كان في تجار اعلام في مصر، اعلام قلت انا بستمد قوتي منهم ونفسي ان انا ابقى يعني جزء منهم. فسالت سؤال، هو انت عايز تبقى زي مين؟ قلت زي نفسي، ابقى صبحي فارس. ودي بدايه النجاح يا استاذ. طبعا اكيد حقيقي. اكيد لان انت مش حاطط حد قدامي. لا اطلاقا. اصل لو بص يا زرانيا، لو انا النهارده حطيت حد قدامي هتلخم فيه وانسى نفسي. صحيح، هتبص له حقيقي. فانا النهارده يعني انا النهارده الحمد لله ببقى بحر عندي شركات ومحلات الحمد لله مستوره. يعني انا والله العظيم بامانه ان كنت انا النهارده صبحي فارس ففضل حاجه معامري فعلا، والله مش بجاملها، والله مش بجاملها، ده حقها واقل من حقها كمان. لان انا النهارده بعض بقى هنا. لا يا باشا والله لا هي سندتني فعلا. وعايز اقول لك يعني احنا ما كانش معانا حاجه خالص، فانا نجحت بيها برضو وبسندتها ليا. لان بص يعني اقول لك زي ما بيقولوا، وراء كل رجل عظيم امراه بجد، واللي ربنا رضى عليه بيرزقه بزوجه صالحه، هي دي زوجه صالحه. بهديلك شكري وتحياتي يا ام عمرو من هنا. طب انا عايز اقول لكم بس ان للاسف الوقت بيداهمنا، الوقت معدي بسرعه تقريبا كده. الكلام الحلو بجد يعني انا بشكركم طبعا على وجودكم. الله يخليك معايا بجد. الله يخليك. سعداء بيك يا استاذ محمد. احمد بيه فاروق، توعدنا ان شاء الله احنا هنستكمل رحله المليون في الحلقات اللي جايه، لان فعلا زي ما انت قلت الموضوع محتاج اكتر من حلقه، لان احنا قدامنا شباب جامعي، في فنيين، في ناس بتشتغل، هنقول طريق الاكاديمي، طريق المحاسب، طريق صاحب راس المال، طريق البيع، كل واحد اكيد ليه سكه. ولازم الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي يستفيدوا من الخبرات بتاعتكم في السوق الفتره اللي فاتت. وان شاء الله نعمل برنامج كده او كذا حلقه ازاي تسد ديونك.
ايوه، وازاي تنجح او ازاي تعمل مليون في خلال فتره، ولكن باحترامك لنفسك باحترام الجنيه. يعني النهارده انت لما تروح تقعد على قهوه غير لما تقعد على كافيه، لما تبقى انت بتحترم الادخار ونعلمك ازاي تدخر، ففي كلمات لما نيجي نجمعها نطلع برواز جميل. ولكن انا كان في حته عشان يعني ما كانش يعني ما نعدهاش في 30 ثانيه بس، في 30 ثانيه قصه المستهلك. احنا جزء من المجتمع، احنا بنقدر نعمل، كل واحد بيقدر يثمر في الحته اللي هو فيها، ولكن على الجهات الرقابيه وعلى الدوله ان هي تحمي المستهلك من فوق مش من تحت. يعني النهارده الفساد او الفساد نسبي طبعا وكل حاجه موجوده، ولكن الحاجه اللي بتوصل للمستهلك ده المسؤول عنها المسؤول هي الدوله، فلا بد من الرقابه وكل الجهود كده الناس كده عشان خاطر المخرج بتاعنا الشرير وشكله كده. انا اشكر بس برضه اختم بالشكر لامي الله يرحمها اللي هي سبب نجاحي، والحاج فاروق منصور اللي هو السند والضاه، ربنا رب يديله الصحه ومازال الحمد لله، وزوجتي العزيزه طبعا. اشكرك جدا، اشكرك جدا يا احمد وجودك معانا. حاجة صبحي بشكرك على وجودك معانا، على الوعد بحلقات ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله رنا بشكرك على وجودك في البرنامج. مبسوطه يا محمد جدا، مبسوطه جدا ان انا معاكم، مبسوطه بضيوفنا. ربنا يبارك فيك. يعني جرعه للشباب مليانه حماس ومليانه طاقه ومليانه ايجابيه. كل سنه وانتم طيبين، واستنوا ملفات قويه جدا وحلقات ساخنه جدا في الحلقات اللي جايه باذن الله، وناس من بلدنا. بشكر طبعا رنا، وبشكر كل ضيوفي، بشكر فريق العمل والناس اللي ورا الكاميرات، بشكر مخرجنا محمد عزت، بشكر رئيس التحرير النهارده وكل الناس الموجوده معانا. هو ده برنامجنا دعوه للسعاده، كلنا كلنا في خدمه بلدنا وكل ناس بلدنا. اشوفكم الاسبوع الجاي.